Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizun Syafiq Al-Aziz dari Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen. Dan saya berstatus sebagai pelajar di MTS Muhammadiyah Sirau. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.